السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جهاز E6 من تبات المدارس، الموديل بتاعه T585، وبيبقى مكتوب الموديل على ظهر الجهاز في أسفل الجهاز من تحت كده. لو كتبت على جوجل هتعرف الموديل ده اللي هو E6. طبعا الجهاز ده عايزين نخرجه بره المنظومة. ناس كتير كتبت لي في التعليقات عايزين طريقة عملي ازاي نخرج التاب المنظومة، والطريقة دي هتبقى مش هتحتاج وضع الامن، ان هي ثغرة وضع الامن، عشان في فنانين السوفت وير مبتدئين مش عارفين يعملوا الحركة دي او يعملوا الثغرة دي عامة. وكمان في تابات ممكن تيجي لك عشان تبقى عارف، ممكن تحدثها تطلع بره المنظومه، وفي تابات ممكن تيجي لك تلاقي ضبط المصنع مخفي، تمام؟ ايقونه ضبط المصنع يعني بتخش على النوكس وتكون فاتح واي فاي وترجع للضبط تاني هتلاقي ايقونه ضبط مصنع نورت، ممكن تعمل ضبط مصنع من الجهاز. وبعد كده بتكمل الخطوات التانيه اللي هي الاداه التانيه اللي هنشرحها اللي هي بتقفل النوكس. يعني احنا النهارده معانا اداتين هنعمل ضبط مصنع ونقدر كمان نقفل النوكس بالاداه الثانيه، يعني اداتين هتحمله في اسفل الفيديو هتعمل ضبط مصنع وتقفل النوكس. حبيت تدخله جوه المنظومه تاني عشان الناس ما تقلقش، هتعمل ضبط مصنع من جوه الجهاز وهيقف على حساب جوجل، بتكمل الخطوات عادي وانت فاتح واي فاي طبعا علشان يحمل النوكس من اول وجديد، وتسيبه يحمل هتلاقي الجهاز رجع داخل المنظومه تاني. تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل الطريقه دي، وبطريقه سهله جدا وبضغط الزر واحد. طبعا لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل شكل القناه وتفعل زر الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك يستفاد، وما تنساش تدعمه بلايك لو عجبك الفيديو. اول حاجه هنخش على الكمبيوتر بتاعنا ونشوف كده، نتجه على الكمبيوتر بتاعنا ونحمل الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، هيبقى فيه الاداتين في رابط واحد، تمام؟ هتفك الملف المضغوط بالشكل ده كده اهو، وتكون قافل انتي فايروس. وبعد كده بتخش على اول اداه موفدل اللي هي اصدار 116، طبعا بيشتغل من غير دونجل، يعني الاصدار ده بيشتغل من غير دونجل. هتعمل استخراج ليه كده، تمام؟ اهو هنستخدم اول حاجه الاداه دي، تمام؟ ونبدا لازم الاصدار ده عشان الاصدار ده هيظبط الدنيا معاك، تمام؟ طبعا بعد كده بنشغل الاداه كمسؤول، دي اول حاجه هنعملها ان احنا نفرمت التاب. طبعا مطلوب منك دونجل، هنضغط يس يس بس، خلاص كده احنا فتحت معانا الاداه زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام؟ بنضغط على اختيار اللي هو خاص بالسامسونج، هو متعلم عليه اصلا. وبعد كده اول اختيار هنختار اختيار سامسونج اف ريسيت، تمام؟ اختيار سامسونج ريسيت اللي هو ام تي بي، هو ده اللي احنا عايزينه. طب امتى نضغط عليه؟ لما نوصل التاب، تمام؟ هنوصل التاب باليو اس بي اهو، نفتح الجهاز زي ما انتم شايفين عليه النوكس اهو الشكل ده كده اهو، اللي انت تعمله وظهر الموديل ايه 2016 اي 6 2016 يعني، هنضغط موافق. وبعد كده بنسيب الجهاز بالشكل ده كده اهو، وبعد كده هنضغط على سامسونج ريسيت اهو. خد بالكوا بقى، سيبه يتعامل مع نفسه يعمل ضبط، ما شايفين اهو عشان التاب كبير، بس مش عارف اوضحه ليكوا اكتر، بس هو كده عمل فورمات اهو، شايفين اهو هيخش يعمل فورمات، هو ده اللي احنا عايزه. خلاص احنا كده مش محتاجين ايه الاداه دي، خلاص كده احنا عملنا ضبط مصنع بضغط الزر واحده من غير ما نفعل الاي دي بي اهو، شايفين اهو. سيب التاب كده بيعمل ضبط مصنع اهو، وبطريقه سهله جدا للناس اللي هي مبتدئين في مجال السوفت وير اللي مش عارفين يفرمطوا التاب. خلاص اهو سامسونج ريسيت ام تي بي، شايفين اهو. وبعد كده بتضغط ضغطه واحده وانت موصل كابل يو اس بي، هيبدا يخش الجهاز ويعمل ضبط مصنع بضغط الزر واحده اهو، شايفين. خلاص احنا كده شكرا، مش محتاجين بقى الاداه دي. هنسيب الجهاز يفتح معانا، لما يفتح معانا يقف على حساب جوجل، هنخش على مكالمات الطوارئ، ودي اللي احنا عايزينها عشان نبدا قبل ما تفتح واي فاي، يعني ما تفتحش واي فاي خالص، تمام؟ غير لما تقفل النوكس خالص، تمام؟ عشان لو قفلت الواي لو فتحت الواي فاي هيخش، ممكن يخش معاك نوكس تاني وكانك ما عملتش حاجه، وتعمل ضبط مصنع من اول وجديد اهو. انا كده عامل معاك شرح عملي علشان الناس ما تقولش ده الجهاز بيفصل، الجهاز بيقطع، الجهاز مش عارف ايه. انا بقول لك اهو جهاز اهو من غير ما اعمل اي حاجه، وشرح عملي زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام؟ هنسيب الجهاز لحد ما يفتح معانا اهو، وبعد كده هيقف على حساب جوجل، نكتب نجمه شباك زيرو، نجمه شباك اللي هي مكالمات الطوارئ احنا عارفينها، دي افضل ثغره واسهل ثغره تقدر تستخدمها من غير تعب ولا اي حاجه، ولا تاخد منك وقت ولا اي حاجه، بضغط زر واحد. يعني لما يجي لك تاب بعد كده بضغط زر واحد هتعملها، تمام؟ طب هنعمل ايه بعد كده؟ نجهز نفسنا بقى على الاداه الثانيه اهي كده، خلاص مش محتاجين دي الاداه سام اف دبليو، تمام؟ الاصدار ده لازم، الاصدار ده يفضل الاصدار ده عشان الاصدار الجديد فيه مشاكل، اصدار 3/31 اهو. هنعمل استخراج ليه؟ واحد يقول لي طب ما هتطلب مني تحديث، ما تحدثهاش هتشتغل معاك عادي اهو،
شايفين الاصدار ده اهو. الناس اللي هي شغاله في السوفت وير عارفه الاصدار ده كويس اهو، مش عايزين نحدثها. اللي احنا عايزين في الاداه دي اختيار واحد فقط، هو اصلا فتح القائمه عليه، اللي هو ديسيبل نوكس. ديسيبل نوكس، والديسيبل نوكس ده لازم تكون مفعل خيارات المطور. هتقول لي طب افعل خيارات المطور ازاي؟ ما هو هي من كلمات الطوارئ زي ثغره تخطي حساب جوجل اللي هي الاف ار بي. تمام، اول لما يوصل معاك الجهاز، تمام، هيظهر معاك هنا الجهاز اللي طبعا تكون مثبت تعريفات السامسونج عشان الناس تبقى عارفه، تكون مثبت تعريفات السامسونج، تمام، وتكون معاك الاداتين دول، غير كده مش هيشتغل. طبعا واحد يقول لي طب ويندوز 7 يشتغل؟ بقول لك ويندوز 7 مش هيشتغل الطريقه دي معاه، ويندوز 10 64 وانت طالع، غير كده مش هيشتغل معاه. الادوات معظم الادوات بتشتغل على 64 عشان ما ظهرش معاك خلل او اي اخطاء. نقول تاني، الجهاز اللي البرامج دي بتشتغل عليها ويندوز 64، تمام، اللي هو ويندوز 10، تمام، انسى حكايه ويندوز 7 ده خالص. تمام، انا هعمل ايه بقى؟ الاختيار ده اول لما الجهاز يفتح معايا، بيفتح معايا اهو شايفين، اول ما يفتح معايا ويقف على حساب جوجل هعمل مكالمات الطوارئ على طول واقفل النوكس، بس كده هيتخطى الواجهه خالص ويفتح الجهاز بطريقه سهله جدا اهو. استنى بس يفتح معانا. نسمي الله، بسم الله، ونخش على قائمه مكالمات الطوارئ. بسم الله، اهي مكالمات الطوارئ اهي شايفين، لو قلبناها عربي برضو عشان الناس تبقى عارفه اهو، مكالمات الطوارئ جت على اليمين، نضغط عليها بس، نجمه شباك زيرو نجمه شباك، بس دخلت على مكالمات الطوارئ. وبعد كده نبدا نخش على اختيار ديسيبل نوكس. هنستنى ثواني، احيانا بتاخد وقت واحيانا ممكن تيجي على طول، فانت ما تستعجلش تقول ده هي ما ظهرتش، لا اصبر شويه هتلاقي القايمه ظهرت اهو، ما تستعجلش اهو. قائمه التيست اللي هي بتاعت الاختبار دي اللي احنا عايزينها، دي اللي هنفعل منها كده، تفعل منها هنفعل منها الاي دي بي. تمام، هنبدا نضيف الكابل اليو اس بي فيه نوصله يعني اهو بالشكل ده كده، وهتيجي الرساله تضغط اوكي بس اهو، الرساله بتاعت الشحن. تمام، هنعمل ايه بعد كده؟ هنضغط هنا شايفين ظهر تعريف السامسونج اللي انت معرفه اهو، شايفين فوق اهو شايفين، هنضغط على ديسيبل نوكس بس كده، نجيبه على اليمين كده عشان نشوف اهو القرايات شغاله اهي، وهيجي رساله يقول لك اضغط اوكي، اللي هي رساله بتديها سماح اهي، هنضغط اوكي ان انت كده يعني بيقول لك داخل جهاز مكالمات الطوارئ، انا دخلته قبل ما يجي الرساله دي اصلا اهو شايفين، هو كده هيبدا يفعل الادي بي اللي هي قفل النوكس شايفين، الرساله جت اهي شايفين عشان الصوره تبقى واضحه، شايفين هي دي اللي احنا عايزينها اهو. هنضغط هنا كده سامحوني بس عشان التاب كبير والشاشه صغيره، فمش عارف يعني اصور التاب كله، بس على قد ما قدرت اوصل لكم المعلومه. تمام اهو، هنضغط هنا اوكي او موافق بس، خدوا بالكم بقى كده، هي دي اهم طريقه. الفكره مش صعبه، سهله جدا وسهله جدا، تقدر تستخدمها لو جالك تاب اهو. هو كده بيقفل النوكس، احتمال يعمل اعاده تشغيل ويفتح، وبعد كده هتلاقي النوكس قائمه النوكس اصلا اللي كانت بتظهر في اثناء تخطي حساب جوجل كانت بتظهر في الاول، دي مش هتظهر. تمام اهي، تمام. في ناس طبعا قالت الجهاز بيفصل اثناء العمليه دي يعني بيقطع خالص، لا انا جربت لكم شرح عمل اهو، وهنبدا نخش نشوف الحمايه بتاعت التاب ده كام ان، يعني نخش نشوف الحمايه بتاعت التاب كمان ايه بعد ما الجهاز يفتح معانا كمان اهو. استنى ثواني، وكده بدأ يفتح معانا، نشيل الكابل. كده بدأ يعمل معانا اهو. تمام، كده تخطى الواجهة النهائي، كده تخطى الواجهة النهائي. هنعمل كده بس ونشوف فعلا الكلام ده اهي، نضغط التالي، الواجهة خلاص تخطى الواجهة الاولانية اللي انا اتكلمت عليه. الكاميرا اشتغلت، اتأكد الكلام صحيح ولا لا، اهو الكاميرا اشتغلت كده، دخل معانا نوكس والكاميرا شغالة اهي. طب ايه تاني نشوفه؟ جوجل بلاي شغال اهو، تمام، بس محتاج واي فاي طبعا، تتصل على شبكة واي فاي. تعال نشوف بقى النوكس موجود ولا لا. النوكس هنا مش هتلاقيه موجود، شايفين النوكس هنا مش موجود اهو. يبقى احنا كده عرفنا نخرجه بره المنظومه بضغط الزر واحده.
تعال نشوف الضبط بقى. ننزل تحت تمام، هتخش عشان تعمل ضبط مصنع يعني على الضبط، هتخش على الإدارة العامة، وبعد كده بتخش على إعادة الضبط، بعد كده بتعمل إعادة تعيين. خدوا بالكم بقى إعادة ضبط، لو ضغطت عليها يعمل ضبط مصنع، وبعد كده زي ما انا قلت هتفتح واي فاي، هيخش في النظام تاني عشان الناس تبقى عارفه. تعال نشوف بقى ايه الجهاز، الحمايه او الاصدارات بتاعته. تمام، نخش على حول الهاتف، معلومات البرنامج، عشان نعرف الحمايه بتاعت الجهاز. الحمايه بتاعته حمايه رقم 7، حمايه 7 يو 7، شايفين؟ شاف الصوره واضحه ولا لا؟ اهو حماية 7، بس مش عارف الصورة هتبقى واضحة ليك ولا لا. اهي شايفين حماية 7. تمام، انا بس عايز اوريك الصورة كاملة عشان تبقوا عارفين وتكونوا مطمنين اثناء العملية او اثناء فك التاب ده. كده عملت اعادة تشغيل، هيرجع يقفل تاني؟ لا مفيش الكلام ده طبعا، اهو. غير لو عملت ضبط مصنع ممكن يرجع يقفل تاني. لو عملت ضبط مصنع للتاب هيبدأ يخش المنظومة بعد فتح الواي فاي عشان الناس تبقى عارفة. كده هو بره المنظومة، تقدر تستخدم التاب نهائي اهو. يبقى احنا كده زي ما انا قلت هتبدأ تخطي على أداة مفضل ضبط مصنع. لو مش عارف يخش معاك ضبط مصنع، طب عرفت تعمل ضبط مصنع من التاب نفسه، خلاص هتستخدم النوكس بس، قفل النوكس دي بس، الإصدار ده اللي هيظبط معاك. تمام، طبعا الرابط ده هسيبه لك أسفل الفيديو هتحمله. هنستنى برضه ثواني عشان نشوف بعد إعادة التشغيل في حاجة حصلت ولا الجهاز شغال معانا تمام. أهو زي ما انتم شايفين أهو شغال معانا. ده كده خرجنا التاب بره المنظومة وفتح معانا كل حاجة احنا عايزينها. طب نجرب نفتح شبكة واي فاي مثلا ونشوف فعلا في هيرجع يقفل تاني مثلا لو فتحنا شبكة واي فاي. نفتح شبكة واي فاي ونشوف عشان الناس تبقى مطمنة. نكتب بس الباسورد. نكتب بس الشبكة عشان نشوف نعمل ايه بعد كده. عشان ايه؟ يبقى احنا كده جربنا الجهاز ويبقى ما فيهوش اي اخطاء. عشان الناس ممكن تقول لي ايه ده، ممكن مثلا بعد ما افتح واي فاي يرجع يقفل تاني مثلا. فانا بقول لك اهو هنفتح واي فاي ونشوف كل حاجة عمل قدامنا. كده المفروض فتح معانا واي فاي كده اهو، بيحدث معانا ونقدر نستخدم جوجل بلاي اهو. معلش الشرح ممكن يكون طول شوية بس عشان تبقوا شايفين الفيديو كامل ويكون في مصداقية في الفيديو. انشاء حساب او تعمل اي حساب بقى عندك قبل كده مفيش اي مشكلة. كده خلاص الواي فاي شغال اهو تمام اهو، شايفين؟ وادي التاب عليه واي فاي وخرج بره المنظومه ومفيش اي مشاكل. وطبعا بضغط الزر واحده عن طريق اداه ضبط مصنع بضغط الزر واحده، وكمان الاداه الثانيه بضغط الزر واحده، الاداه الثانيه اللي هي بتقفل النوكس. خلاص انت مش محتاج اي اداه ثانيه غير الاداتين دول وهتقفل بيهم التاب. طبعا عجب الشرح بتعمل سيرش، تعمل شير للقناه وتفعل زر الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك يستفاد، وتنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.